شكرا. مشاهدينا هلا صار وقت فقرة الأبراج. أكيد بدنا نبدأ أولى أبراجنا سونيا مع برج الحمل. الحمل، مهنيا ثقتك بالنفس قوية جدا على الرغم من مرورك ببعض المزاجية أحيانا، لكن إياك والتراخي والانحناء أمام المصاعب. عاطفيا، كنا من أصحاب الإرادة الصلبة أمام الشريك وأظهر له قدرتك في التغلب على المصاعب. أما برج الثور، تعزز الأوضاع المالية مهنيا وتوحي إليك بأفكار جديدة لكسب المال على مدى أسبوعين، وتفكر في توظيفات واستثمارات وتعيش يوما نشيطا. عاطفيا، لو استمعت إلى أقوال الشريك لما آلت الأوضاع بينكما إلى ما هي عليه اليوم، لكن الفرصة ما زالت متاحة بشكل كبير لإعادة المياه إلى مجاريها بينكما. الطالع عم بيقول لبرج الجوزاء أن اليوم مو يومك. مهنيا، التراجع في مجال عملك يعني توقع تغييرات قريبة وفرصا من نوع آخر وعقودا جديدة. عاطفيا، تمر بيوم عصيب جراء مشكلات عاطفية، حافظ على رباطة جيشك وتخلص من اليأس وجدد غرامك. أما برج السرطان، مهنيا تكتشف خلفيات النيات المبيتة التي يسعى أصحابها للانقضاض عليك وتجريدك من صلاحياتك الواسعة التي تزعجهم كثيرا. عاطفيا، لا تفاوض بشأن علاقة مستجدة على الصعيد العاطفي، الوقت غير مناسب ونفسيتك مضطربة قليلا. أما برج الأسد، مهنيا اعمل بجد لتحقيق الأهداف المرجوة فتفرح بها وتتخلص من الأزمات المالية التي كنت تتخبط فيها وتزعجك على نحو دائم. عاطفيا، يوم مهم على الصعيد العاطفي ومفاجأة من الحبيب تفرحك كثيرا وتجعلك تتعلق به أكثر فأكثر. أما برج العذراء، مهنيا قد تكون على موعد مع عقد جديد أو تعاقد مع شخص يكبرك سنا أو خبرة، وتبرهن للجميع أنك صاحب كفاءة عالية وحنكة. عاطفيا، إذا كنت عازبا فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية. إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف والارتباط وبناء مستقبل مع الشريك. برج الميزان، مهنيا كلمات المديح والتنويع عنوان المرحلة المقبلة، وخصوصا بعد الجهد الجبار الذي بذلته بغية إنجاح المشاريع التي عادت بالفائدة الكبيرة على محيطك المهني. عاطفيا، قد تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصا بعد الجهود التي بذلتها أخيرا، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على الصعيد العاطفي. أما برج العقرب، مهنيا يا برج العقرب، اجتماعات العمل تكون ضرورية لحل الأمور المستعصية، وذلك يثمر بفعالية أكبر ويعود على العمل بفوائد كبيرة. عاطفيا، حين تتخذ القرار المناسب فإن كل المصاعب والعقبات ستذلل، وهذا يفيد كثيرا في المرحلة المقبلة. أما برج القوس، مهنيا إذا كلفت بمهمة صعبة فلا تتذمر، بل خطط لها جيدا ولا تخجل من طلب النصيحة أو المساعدة. عاطفيا، لا تسمح لأحد بالتأثير سلبا في مجرى العلاقة، بل اطوي صفحة الماضي، الوقت المناسب لإظهار نياتك الصادقة. أما برج الجدي، مهنيا أخيرا تنتهي اليوم من وضع مخططاتك للفترة المقبلة وتريح أعصابك تماما. عاطفيا، الحبيب يقدر ما تقوم به وما تبذله من جهد في سبيل إرضائه، وهو سيظهر لك ذلك قريبا. أما برج الدلو، مهنيا تعاكسك الأقدار وقد يهتز بعض الأوضاع قد تهتز وتضطر إلى الخضوع لإرادة الآخرين. عاطفيا، تعبر عن إعجابك لأحد الأشخاص وتقف إلى جانبه في أزمته فتكسب حبه لك. ونختم ببرج الحوت، مهنيا يمكنك الاستفادة من خبرة الآخرين، وهذا يكون مفيدا في كل المجالات التي تنوي خوضها في المستقبل. عاطفيا، دفاتر الماضي مليئة بالمغامرات وهذا يقلق الشريك كثيرا، لكنك لا تلبث أن توضح له حقيقة الأمور.